مرحبا بكم. أعرف أنني لن أعود ولا يحزنني الغياب، ولكن حطام أحلامي ينتشر على طريقي فيوجعني أن أمشي عليه رحلتي الأخيرة ومعي فلسطين. هكذا ودع شاعر المقاومة الفلسطينية محمود درويش أصدقاءه ومحبيه قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية في القلب. هذا القلب الذي اعتل هماً وكمداً من وطنه الذي انتزع منه، والذي سلبه احتلال سكت عليه العالم، ولكن قلبه انتفض ليدافع عنه بسلاحه الذي أجاده وهو الشعر. غادر محمود درويش عليه رحمة الله ولم يعد بعد أن توقف نبض القلب، ولكن لم يتوقف نبض قصائده، فبقيت الجدارية حالة حصار في حضرة الغياب، عاشق من فلسطين، عابرون في كلام عابر، باقية لم تمت. تحل هذه الأيام الذكرى الثامنة على رحيل واحد من كتبوا أسماءهم بحروف من نور وذهب في وجدان العالم العربي بنضاله وكلماته. فلم يكن محمود درويش مجرد شاعر يغزل الكلمات ليخرجها في أبهى صورها ومعانيها فحسب، لكنه كان شاعرا بدرجة ثائر، هو الفلسطيني محمود درويش. أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في طفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. حول محمود درويش شعره المتميز قضية الأرض فلسطين، كيف قاوم الاحتلال وكيف أثرى المكتبة الأدبية والشعرية العربية، معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مدينة رام الله الأستاذ المتوكل طه، رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين. أستاذ المتوكل، مرحبا بك وبفلسطين وكتابها. وسيكون أيضا معنا من الأردن بعد قليل أستاذ هشام زهران الإعلامي والناقد، معنا من الهاتف عفوا هشام زهران الإعلامي والناقد الأدب الفلسطيني وأحد تلامذة شاعر المقاومة الفلسطينية محمود درويش. أستاذ المتوكل، كيف تحنون إلى درويش الشاعر، الإنسان، القضية، العمق، المقاومة، البقاء؟ أولا مساء الخير. مساء النور. وعاشت ذكرى محمود درويش. أنا لست رئيس الاتحاد الكتاب، أنا رئيس اتحاد الكتاب سابقا، ويطيب لي أن أكون الكتابة معكم فيك مستمرة في حضرة هذا، ويطيب لي أن أكون معكم يا مرحبا في حضرة هذا الشاعر محمود درويش الفذ. محمود درويش أعتقد أنه لم يمت تماما، موت المبدعين والشعراء هو موت مجازي، وأعتقد أن شاعرا بقامة محمود درويش يشبه العواصف والموسيقى والصلوات والمعابد وأبناء الأنبياء، هؤلاء يظلون في الحياة ولا يغادرونها، وحتى لو غادرها محمود درويش جسدا فإن محمود درويش الشاعر لم يغادرنا وما زال بيننا وما زال منتجه ملء الدنيا وسمع العالم، وبالتالي لا نريد أن نصدق تماما أن محمود درويش رحل. ربما سنفتقد الجديد والمدهش، ربما فلسطين اليوم يتيمة بدون رموز ثقافية كبيرة بعد رحيل هذا الفذ المختلف. ربما السقف الذي وضعه وشكله محمود درويش، السقف الجمالي والفني، سيظل حتى يتم تخليق شخص آخر ربما بعد 1000 عام حتى يفخت هذا السقف ويتجاوزه. نعم. ولكن أنا أعتقد أن محمود درويش يظل أسطورة الناس، ويظل جزء
ممن كونه الناس. أعتقد أن محمود جاء في مرحلة الجموح، الصعود، المقاومة، الثورة، المد، وبالتالي في هذه المراحل الناس تبحث عمن يضعون شيء من داخلهم في هذا الرمز الذي يحتمل أن يحمل من الناس بعضا منهم. نعم. وبالتالي هو يكون مخلوقا للناس، ويكون الناس قد فتنوا بمن خلقوا. هذا افتتان الخالق بالمخلوق، افتتان الشعب الفلسطيني برمزه الكبير محمود درويش. لهذا السبب ربما كل فلسطيني أحس بأن موت محمود درويش أخذ وسلخ واقتطع نعم. أستاذ المتوكل. قلبه شيئا. أستاذ المتوكل، لكن محمود درويش أستاذ هذا الدفق الشعري الجميل هو من باب الحنين الذي يعيدنا إلى الأرض إذا طفولة الشاعر، والعبقرية كما كان يقول دوستويفسكي أو تولستوي، هي العبقرية هي الطفولة المستعادة. طفولة درويش كانت حرمانا واضحا كبيرا، استمر خيطا ولكنه صنع الجمال. عندما نقول محمود درويش كانت أيضا سميح القاسم، صاحب النحس أو المتشائل، معين بسيسو، شعراء شكلوا واجهة أو واجهة للمقاومة. كيف بدأت علاقة درويش بالأرض وبالمقاومة وبفعل العبور إلى داخل الكنيسة الإسرائيلية، من حيث العبور الشعري أحيانا يكون أقوى من المقاومة؟ أولا المتشائل هي لإميل حبيبي وليست لسميح القاسم، ولكن أنا ذكرت سميح القاسم. أنا قلت قد أتفق معك أستاذ المتوكل، ذكرت أبي سعد النحس المتشوائل هو شخصية نعم. الرواية نعم، هذه الرواية هي لإميل حبيب وليست لسميح القاسم، ولم أقل هي لسميح القاسم. أنا أعرف جيدا القاسم. نعم أستاذ تفضل. طيب أعتذر منك. لا بأس، لا بأس، لكن لا بأس. أن أوضح يعني للضرورة فقط مع احترامي، يعني آسف يعني. لا عفوا. على كل يعني أولا محمود درويش هو راشد حسين، أبو الأمين، توفيق زياد، سميح القاسم، جبران، حنة أبو حنة، كل هذه الأسماء التي ظلت راسخة مثل السنديان في الأرض التي احتلت واستلبت ونهبت من قبل العصابات الصهيونية وعرفت فيما بعد بإسرائيل. هذه الكوكبة، هذه الكتيبة من الكتاب اللي كان على رأسهم وأكثرهم سطوعا محمود درويش، هم الورثة الحقيقيون لشجرة وترابية الشعر الفلسطيني المقاوم الذي خلقه أبو الشعر الفلسطيني الحديث إبراهيم طوقان. نعم. والذي جاء بعده عبد الرحيم محمود وأبو سلمى الكرمي، ثم فدوى، ثم معين بسيسو. وبالتالي محمود هو حلقة ثانية من حلقات هذا الحراك الشعري الذي جاء من أرضه، جاء من لغته، ثم تبادل معها دور الخالق والمخلوق. أنا بعتقد بأنه محمود خلق فلسطين التي خلقته، وخلق لغته التي أصلا هي خلقته وجاءت به، لكنه جنح بفلسطين مثلما جنح باللغة. تفاعل محمود درويش مع فلسطين، أهم سمة في هذا التفاعل أنه لم يكن انتماؤه إلى فلسطين انتماء عشائري أو انتماء جهوي أو انتماء الضرورة، بقدر ما كان انتماء واعيا، انتماء إنسانيا. ثم محمود درويش في انحيازه التام للمقاومة التي لم يجعل لها مفهوما واحدا هو مفهوم القتال، بقدر ما ذهب بها للانحياز إلى كل ما هو إنساني وجمالي ومطلق، محمود درويش أيضا جعل من المقاومة ليست هدفا، أستاذ المتوكل، بقدر ما هي وسيلة
أستاذ متوكل، أقدر عاليا هذا الدفق الجميل الذي يخرج من صدرك ومن قلبك ومن أرضك ومن حبك للشاعر، ولكن في مسألة الانتماء تحديدا، محمود درويش يعني خرج مع الفلسطينيين وعاش منفاه الثاني أيضا في عواصم عربية، وأيضا كان منتميا للمجلس الوطني الفلسطيني، وهو الذي كتب بيان المجلس في الجزائر عندما أعلن استقلالها، وكانت تجمعه علاقة خاصة بالرئيس ياسر عرفات، ولكنه سحب يديه عندما بدأت قضية أوسلو. كيف تشرح هذه المرحلة وهي ظاهرة شعريا وسياسيا أيضا بالنسبة للقضية على الأرض والكتابة القصيدة الشعرية عند درويش ومن معه؟ أولا، أي سلطة والثورة الفلسطينية سلطة مجيدة وجليلة وسلطة مضيئة انطلقت حتى تحرر فلسطين من الرجس الاحتلالي، وبالتالي الانتماء للثورة الفلسطينية وللمجلس الوطني أنا أعتقد هذا مصدر فخر وليس مثلبة أو إشارة اتهام تشار إلى محمود درويش أو غيره. ثانيا، كل سلطة هي بحاجة إلى سياق فكري، وأي سياق فكري هو بحاجة في النهاية إلى سلطة، هذا ثانيا. ثالثا، محمود درويش أنقده من في قصيدته، أذهب إلى قصيدة محمود درويش حتى أنقده وحتى يكون نقدي موضوعيا، ولا أذهب إلى محمود درويش الإنسان لنقده أخلاقيا، يعني شو كان موقفه السياسي، شو كان يوكل يشرب يلبس. أنا بعتقد في كثير من النقاد، ولكن أستاذ 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 المتوكل، أنت مثقف وتعرف أن سانت بيف الفرنسي وكان عالم الاجتماع، خارج الموقف لا يوجد الإنسان، إذا انتفى الموقف لا يوجد الشاعر ولا يوجد الكاتب. سأعود إليك في هذه المسألة، وكنت أعني موقف درويش من أوسلو تحديدا التي عرت الكثير من القضايا الآنية الآن في المشهد الفلسطيني، والكثير يتبرأ مما جرى حتى السياسيون. أوسلو شيء والثورة شيء، أوسلو شيء والثورة شيء. أوكي، سأعود إليك أستاذ المتوكل. هشام زهران الإعلامي الأردني من عمان أو الفلسطيني في الأردن، يعني محمود درويش كان أيضا عمان كانت يعني بيتا آخر للشاعر محمود درويش كما هي للبيت الفلسطيني. كيف كان يذهب درويش إلى عمان؟ كيف كان يشعر؟ كيف كان يحيا؟ كيف عرفته؟ كيف كنت تلميذه؟ أسعد الله مساءك حياك الله أخي محمود ومساء المستمعين والأستاذ المتوكل من رام الله. حقيقة بودي أن أتوقف عن محطتين سريعا أشرت لهم حضرتك في مقدمتك الرائعة عن الراحل العظيم والكبير. قصة أول شيء رحلته إلى أمريكا للعلاج، سبق هذه الرحلة بشهرين أن أطلق رائعته حاذر على قلبك لا تذلله، فهو قد يحتمل ضربة صاروخ وقد يتجعلك بزهرة ليلك. المحطة الأخرى أشرت للجزائر ورحلته إلى الجزائر ومؤتمر الثورة الفلسطينية الذي عقد هناك، وفعليا كانت هناك انطلاقة جديدة لمحمود درويش عام 87 في قصر الصنوبر، كانت بداية الشعر الملحمي لمحمود درويش عبر رائعته مديح الظل العالي، وكان يسميها الظل العالي يعني كما يفضل في تسمية خاصة. بالنسبة ل يعني تفاعلي مع هذه القامة العملاقة التي أتمنى توصيف الشعر العالمي عنها وليس فقط الشعر الفلسطيني، كان أستاذا بما في الكلمة من معنى، يعني أينما حل محمود درويش في عواصم العرب سواء في دمشق في عمان في أي عاصمة من العوالم حتى في القاهرة، كان دائما يفاجئ الجمهور بالجديد. كان يأتي بالقصيدة العميقة السلسة الممتنعة العالية في نظاميها ومعانيها. بالنسبة للموقف السياسي، نعم، كنت تحب أن يعني أنا كنت أستاذ هشام، يعني كنت يعني
كنت أود أن أسمع شيئا آخر عن محمود الإنسان، محمود درويش الإنسان. أنا كنت من الذين حضروا المجلس الوطني الفلسطيني، وكنت من المحظوظين ممن تعرفوا وسمعوا الشاعر في تلك اللحظة وقبلها وبعد، ولكن محمود درويش الإنسان، محمود درويش الإنسان الذي كان يحب الرواية، يحب الحياة، يحب الكثير من المسائل. كيف عرفت ذلك الرجل الآخر؟ نعم نعم، الراحل الكبير محمود درويش في حياته العادية، يعني على المرات القليلة التي التقيته بها في رام الله أو في عمان بسبب إسفاره المستمر يعني وترحاله، هو شخصية هادئة جدا، يعني يتميز بروح الدعابة والنكتة، عميق، نادرا يعني لا يحب الثرثرة كما أو الحديث الطويل، يعني بالأساس الشعراء عادة يحبون الحديث والتفسير وتفسير التفاسير، لكن هو هادئ جدا، يمتاز بعقلية منطقية، قارئ نهم جدا جدا يعني هو كان يتجول بين مكتبات عالمية في فرنسا، في تركيا، يبحث عن الأسطورة، عن جذور الأسطورة. يعني أذكر التقيته عام 2000 في شهر نيسان. ما هي الأماكن التي كان يحبها أستاذ هشام؟ المقاهي كما في القاهرة كما في فرنسا هي التي صنعت المفكرين والشعراء. هناك مقاهي، كأس معين، طاولة معينة، زاوية معينة، نادي معين، يعني هناك يعني نعم. هذه التفاصيل أستاذ محمود، يعني لست لصيق السفر مع الراحل الكبير، يعني لكن طقوس القهوة وغلي القهوة هو أكثر شيء كان يستمتع بإعداد قهوته بنفسه في الشقق التي كان يأخذها، يشرب، يعد القهوة على مراحل، يتغزل بالقهوة كما يتغزل بالمرأة. صحيح. كان لديه باستمرار أفكار مدهشة و مشاريع أدبية مدهشة، على سبيل المثال لماذا أنا قلت صور أريح القديم الذي عمره 10,000 عام القديمة، كان يفكر رحم الله روحه بإعادة صياغة الآلة أو توراة كنعان المعروفة بتوراة كنعان، وهي نص أدبي عمره حوالي 10,000 عام أو أقل، وفكر جديا بإعادة الصياغة، و يعني تحدثنا بهذا، كنا نشرب الاكسبريسو في تمبتيشن جيريكو بأريحة بعام 2000، وكان بصحبتنا يعني سياسي مشهور جدا، ما لا احب ان أستاذ هشام سأعود إليك إذا سمحت لي، يعني أشكرك على هذا، فتحت لنا هذه الذاكرة المهمة. أستاذ المتوكل، يعني ذكرت عابرون في كلام عابر، والمتشائل كانت أيضا، كان الإسرائيليون يخافونها كثيرا، مثل ما كانوا يعني محمود درويش كان يرهب الإسرائيليين، ووصل عابرون في كلام عابر إلى داخل الكنيسة. كيف شكلت المقاومة الشعرية بين قوسين رافدا للمقاومة، وكيف تعاطي هذا التبادل، كيف كان ينظر إليه إسرائيليا عندما يقرأ محمود درويش، عندما يذكر الزمن الفلسطيني الكنعاني، القوة الكامنة في الروح الفلسطينية؟ يعني أولا على رأي إبراهيم طقان، إنما خاف من يظلم، لأن الاحتلال ظالم وهو الظالم، وبالتالي هو يخاف من أبناء الحقيقة وحراس الحقيقة، يخاف من أبناء الأرض، يخاف من أصحاب نظرية التحدي التي كان محمود درويش أهم من ينتج النسغ لتظل نظرية قادرة على الحياة والمواجهة في مقابل أو مواجهة أو مجالدة نظرية التغريب الصهيونية التي تدعي الحق التاريخي لفلسطين والحق الديني في الأماكن المقدسة الفلسطينية، والتي قامت بعملية استلاب ثقافي كامل لكل ثقافتنا وثقافة تاريخنا، ثقافتنا بمعنى كل ما هو ملبوس، كل ما هو مأكول، كل ما هو مغنى، كل ما هو مشروب، كل ما يعمل به. هذه الحمولة الاحتلال ادعى أنها له، وبالتالي هذا الحادي للثورة، لنظرية التحدي التي كان محمود درويش على رأس
هذه المسيرة الهادرة كان الاحتلال مرعوبا، لأنه يدرك مثل ما الجميع يدرك أن أي فعل مقاوم ينهض على جذر ثقافي. لا يوجد هناك فعل مقاوم خارج دائرة المعرفة والوعي والثقافة. وأنا بعتقد أنه شعر محمود درويش كان السبيكة المضيئة والراسخة التي يقف عليها الفلسطينيون عندما ينطلقون في مقاومتهم ومجالدتهم في المعتقلات، في الساحات، في الاعتصامات، في قواعد الثورة. أعود إلى ملاحظتك الأولى سيدي بالنسبة لمحمود درويش بأنه كان لصيقا بالقائد الفذ التاريخي ياسر عرفات الذي قتله الاحتلال وقوى تماري هذا الاحتلال، وأنا أعتقد أن هذا وسام فخار على صدر محمود درويش وعلى صدورنا جميعا أننا جايلنا ياسر عرفات وكنا خلف ومع ياسر عرفات. الآن محمود درويش كرائي، كإنسان يتنبأ، يرى، يستشرف، هو هجس مبكرا بكارثية أي حل سياسي يجعل من السلام بهذه الكيفية التي تمت فيها عملية السلام في أوسلو سيكون سلاما جنائزيا، سلاما استيطانيا، سلاما سيقطع رؤوس المدن، سيجعلنا خارج الزمان والمكان مرة أخرى. وبالتالي محمود درويش المتجاوز الرائي المستشرف حذر في قصيدته، في أكثر من قصيدي له، من هذه الومضات التي تشير إلى الهاوية. وبالتالي هو لم يكن شريكا مع السياسي الذي كان محكوما بموازين القوى والذي يجد لنفسه مرافعة وذرائع في تبرير ذهابه إلى أوسلو، لكن محمود درويش ظل يتغنى بحيفا، بكرميد يافا وبياراتها، بالوطن. محمود درويش لم يبرر للسياسي، لم يلهث وراءه، لم يسقط كما اضطر السياسي أن يسقط في اللحظة وفي موازين القوى في الممكن وغير الممكن كما قلت. نعم. وهو الذي بقي مع الاستراتيجية ومع الثوابت. نعم استاذ، استاذ انه محمود درويش استاذ المتوكل، كل الشعراء الفلسطينيين كانوا مع الثورة. استاذ محمود درويش، طبعا الراحل ياسر عرفات كان نبضا كبيرا رمزا، ومحمود درويش ايضا كان كبيرا، ولا ضير ان يكون هذا النضال المشترك بين السياسي والمثقف المشهد الفلسطيني. استاذ هشام زهران، يافا كانت حاضرة، البرتقال الفلسطيني، الفلاح الفلسطيني، الزعتر الفلسطيني، كيف كان يمتح درويش من أناه، من وجه أمه، من أبيه، من حديقته، من بابه، من طفولته، الأنا المخزونة في الذاكرة الشعرية الفلسطينية، كيف كان يكتب؟ هل كانت حياته أيضا شعرا؟ هو الراحل الكبير كان يفضل ساعات الصباح في الكتابة، وكانت حتى حركاته ونظراته هي عبارة عن جمل موسيقية إيمائية في تصرفاته في حياته. الآن هو عندما يكتب تشعر بأن القصيدة كائن حي يولد طفلا وينمو تدريجيا بين يدي النص، لدرجة أنك للحظة من اللحظات لا تميز بين النص أو الكائن الحي الذي يمشي على قدمين. طبعا بالنسبة ليافا وللزعفر والقرية البروة رحمه الله من عكا، قضاء عكا الغاضي المحتلة عام 48، لكن حديثه عن يافا وعن المدن الفلسطينية التاريخية اللي نسميها التاريخية كان هادفا يسكنه ويعيش معه. يعني أذكر ذكرت الزعفر، الزعفر هو نبتة فلسطينية. استاذ هشام الوقت يداهمنا، شيئا عن الزعتر وشيئا ستعودون قريبا، هذه كانت مسألة رائعة في نبوءة الشاعر، متى تتحقق؟ نعم 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 استاذ، اختفى الصوت استاذ محمود، لم التقط السؤال الاخير.
أستاذ هشام زهران، متى العودتك؟ نعم. العودة كانت تسكن محمود درويش، ستعودون إلى القدس قريبا. نعم. وسيصبح نعم. كذا نعم. كذا الدمع سنابل. متى ستتحقق هذه العودة؟ باعتقادي يعني لو كان الراحل الكبير على قيد الحياة جسديا وليس روحا، هو ما زال يعيش يعني، سيجيب عليك في قصيدة كانت موجودة في مأساة أرى ما أريد، ديوان أرى ما أريد، مأساة النرجس وملهاة الفضة، الأرض تورث كاللغة. هذه العبارة التي أخرجت الكنيسة عن طوره، وأخرجت شامير في بيجامة النوم يركض في الشوارع وهو يحمل النص، الأرض تورث كاللغة. هذا يعني بكهنوتها الرمزي العالي لافتة كبيرة ومفتاح وبوابة لعودة حتمية ستكون قريبة جدا جدا. شكرا جزيلا لك أستاذ هشام زهران، معدر على المقاطعة الإعلامي والناقد الفلسطيني من عمان وصديق وتلميذ الأستاذ الراحل الكبير محمود درويش. كل الشكر لك الأستاذ المتوكل طه الكاتب على هذا الفيض الجميل عن الأرض وعن الشعر وعن درويش الذي لم يمت، فلسطين لم تمت. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير.